السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. رايح فين في المهندسين؟ رايح اول مهندسين كده. من اول مهندس؟ انت كده يعني ولا ايه؟ انت ايه ده؟ ايه يعني؟ انت واخد رخصة على كده سواه ولا ايه؟ اما واخد رخصة ايه؟ لا ما اظنش تاخد رخصة سواه بصراحة. انت واخد رخصة تانية بقى عليك. مالك فيك؟ انت متأكد ان انت سواق بجد؟ ما اظنش والله. لا لا الا الله. ايه ده؟ انت اساسا من مصر؟ انت اللي من مصر اصلا؟ بجد والله انت من مصر هنا؟ هتفرق معاك؟ هتفرق معاك كتير طبعا. المصريين مش كده خالص بصراحه. استاذنك بس اعدل المرايه. مش بقول لك انت شكلك منهم؟ يعني انا سبت التكوسه كلها والحمد لله يعني وقعت فيك انت الحمد لله. كرسي كرسي مرعب سخن. الكرسي اللي سخن يا ريس؟ قوي. بقول لك ايه، ماني ممكن اشوفه؟ طيب ده كلام جميل قوي. اركن على جنب بقى. ايوه هنزل اشوفه على جنب. هتشوفه على جنب؟ طب نزلني على جنب لو سمحت. اشوف الموتور بجد والله. مش عارف بقى ان انت لنيتك مش سالكه. يا لهوي بقى انا بتكلم على الموتور. الموتور اللي سخن يعني. الموتور سخن طبعا. استاذنك ارد. ايه يا كوكو؟ ايه ده؟ ميشو وكوكي اتجوزوا؟ تصدق العيال دي جزم؟ والله العظيم الاتنين مش رجاله. انا بقى بقول لك ايه، مصاحب واحد جديد بقى، واد يجنن اسمه عبد الونش. حته واد اسمران. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يلا يلا دبوره. سوري يا عمر معلش. لا سرعة ليه يا عم، سرعة ليه؟ هو اليوم باين من اوله انا عارف. انت ايه حكايه اليوم معايا يا ريس؟ ايه حكايتك انت يا ريس؟ حبيبي سيبك من اليوم، خليك معايا. معاك ايه؟ مش شفت ايه؟ عايز ايه؟ يا عم انا ماليش في الخيشن اساسا. نزلني يا عم على جنب. هو ايه ده يا عم؟ نزلني يا عم على جنب. انت حلو بس غشيم. نزلني يا عم على جنب لو سمحت. شيمي وزفت ايه بس على الصبح يا عم؟ انت ايه يا ابني؟ استبح على الصبح يا ابني. مش على خالد الصبح؟ شفته. طب ايه بقى؟ كان طالع ايه بقى؟ كان طالع بيعمل دور شخصيه. انت عارف ايه اللي بجد حرام؟ انا ما اعرفش ايه بس هو في حاجه. اكيد انا اللي هبقى حرام ان شاء الله. تعالى في حضني واطمن على نفسك. اوعى يا جدع انت على الصبح. انت على الصبح شهر قبل. اوعى اوعى يا عم ايدك دي. نهار اسود عليكم وعلى خلفوكم على الصبح. شفت ده؟ ده ايه؟ ده سوس. هو زيك اهو. عيب اللي احنا فيه ده. اوعى يا عم ايدك دي على الصبح. انت اذنه؟ لا لا الا الله. انت اذنه؟ نزل يا عم على جنب يا عم. شوف لك نزول. تعالى في حضني. اوعى طمن على نفسك. اوعى يا جدع انت على الصبح. تعالى في حضني. بس ايدك غير انت على الصبح. اوعى ايدك دي على جنب. يلا انزل. يلا تعالى في حضني. انزل على جنب. يلا نزول. مش هتنزل انت خلاص ركبت. انت يا عم ماليش في الخش. نزل ينعل. اوعى يا عم نزل ايدك هنا. انت عارف انت اساسا المفروض يسموك ايه؟ يسموني ايه؟ مش عارف بس مش عارف. انا هعرفك. طب نزلني وانا اقول لك. اوعى ايدك دي يا ابني. والله ما اعمل معاك حاجه. انت اوعى تبعد عني. يا نهار اسود عليكم وعلى اللي جابوكوا يا جدعان. نزلني انا يا عم. تبعد عني. والله العظيم انا ما عارف جيتوا منين. والله ما عارف البلد بلد ايه. بعشق ريحه عرقك. طب ماشي. تعالى. نزلني بقى وانا هعرفك. تعالى بقى. نزل على جنب. طب اوعى بقى. تعالى بس يا مين. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم في انت الصبح ليه؟ في ايه يا عم على الصبح؟ احنا بنصور. صور ايه وشفت ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحدة ولا؟ يا عم في مالك انت؟ ايه الشنب ده كله مش مال عينك ولا ايه؟ لا بس اللي انت عامله في نفسك يعني. ايه اللي في ايه؟ حريه شخصيه. حريه شخصيه. لا 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 اصلا. نعم. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ في ايه بعمل اللي انا عايزه؟ انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده. انت واحد ولا واحده ولا ايه؟ لو سمحت حضرتك ممكن تركز زي اللي انت قاعد معايا. انا هوصلك مشوارك. خلاص بقى خلاص. انا على فكره سكتت خلاص. لا 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 انت 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 يا استاذ. يا قمر. اللي يا قمر هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه بتضحك على ايه؟
قول له اللي هو بيعمله ده. ثواني ثواني معايا تليفون بس. الو ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغه ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو عادي، ياخده دلوقتي، هو كان بيضايقه. اوكي ماشي، يلا باي باي. حيوان. ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي ما قلتش حاجه، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي، بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا على فكره مش فاهمه. مش فاهمه انا ايه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له او بصله ليه اصلا؟ مش انا بصله ايه؟ اصلا حضرتك واحد ولا؟ ركزي بقى في نفسك بقى، مالك فيكي ايه؟ قولي انت، قولي مالك فيكي انت ولا منك انت؟ اللي انت بتعمليه ده مالك؟ غيرانه غيرانه من جوه. انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف ان انا شرشه. غيرانه انا غيرانه. بليز لو سمحت بص قدامك، ايه خلي ايدك قدامي؟ ايدك ولا هو ايدك؟ اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ ان انت ما مش بقول لك ولا انت ولا انت، محدش كلمك، خليكي في حالك. ما تكلمنيش بس بايدك كده ولا بايدك كده، روح احلق الشنب اللي في وشك دي ولا في وشك. وشك اه، خليك انت كده من جوه. انا مش عارفه انت واد ولا بنت ولا مش عارفه انت واد ولا بنت. خليك انت كده. بس بقى قصري، قصر بقى عم الحاج، خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لمي نفسك يا بابا، انت خليك في 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 قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف. متخلف؟ لا لو سمحتي. هو قال لي لو سمحتي ما تعمليش كده. لو سمحتي بقول لك ايه، شفتي دي؟ بقول لك ايه، مش عايزه اشوف. طب شفتي دي؟ انا نفسي مش عارف. انا مش عارفه انت سواقتكس ازاي اصلا، المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سواقتكس والله ده اخر. سواقتكس ما تعقلي شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه. مش عايز اتكلم قدامك. تحري يا اخي الرجاله ولا تحري النسوان حتى؟ ايه ده؟ كرسي إيه؟ سخنة قوي. الف سلامة عليك انت والكرسي. إيه؟ لا لولا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل، عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. اوه انا قاعد ياخد صاحبي يا قمر. تعالى تعالى. انا عارفه انا صاحبك. طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني قلبي قوي. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ما تسالنيش عليا ليه؟ بسأل والله، بقالي 3 ايام شغال وطالع. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل. لا يا فندم عايزين ننزل. مش هتنزلي؟ هو انت مش هتقوم؟ هو انت مالك محروقه ليه؟ هو انت محروقه؟ انت انت مش مش ادم، مش ادم مع صاحبك. ما تسيبيني مع صاحبي. خلاص صاحبك اللي اتادب. انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انا مش فاهم. خليك في حالك. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايه مال؟ ده ياكلكم. في ايه مال؟ انت عارفه، انت عارفه ده مشهور عندهم في المنطقه؟ ثواني اسمه عبد الونش. طب بص يعني يرفع اي حد. ثواني عبد الونش ربنا يبارك لك حبيبي يا ونش. قلبي قلبي. طب نزلنا على الانستا. لا طبعا مش هتنزلنا. انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله. ايه بقول لك احنا عايزين ننزل. ثواني بعد اذنك بس، ثواني طيب ثواني. بقول لك اسكتي خلاص. 3 ايام 3 ايام شغال لما اتطحنت عشان خاطرك. انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن. الله يبارك. تتمرن تتمرن وتتمرن واخرب الدنيا. لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى. يا اسطى لا انت على فكره، في واحده في واحده ست راكبه في العربيه كده. ايه بتكلم عادي يا عم؟ اسكت كده غلط. اسكت خالص. ما ينفعش اللي انتوا فيه اللي انتوا. اسكت خالص. بقول لك ايه، الونش يرفعك. ويرفعك انت. يرفع مين؟ اقسم بالله الونش يرفعك. يرفعك انت. ويرفع اللي زيك ولا اللي زيك. الونش يرفعك. ارفع يا حل. لا انت عندنا ننشقك انتوا الاثنين نصين. انت بق تشق يا بق. طب ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ بص قدامك ولا بص؟ بص يا عم الحاج. ده بص البنت. بص البنت دبلانه ازاي. بص صاحبته دبلانه خالص. صاحبته دبلانه. دبلانه انت مش زلالها. زلالها اه شطه وكمون. متكاده. شايف اليانسون؟ ايه اللي تلاقيه ده؟ شايف اليانسون؟ شطه وكمون. شايف اليانسون؟ شطه وكمون. شطه وكمون. هو خاطر. هو في ايدك. هو عينك. هو ايه اللي ايه؟ اقف على جنب. اللي بقى انتوا هتصرفوا لكم انتوا الاثنين. اكسر ايه؟ نزلنا بعد اذنك. اكسر. تعالى يا عم انا عايزك. انا يا عم
حطه اهو انا رويش اهو سيبه اهو بس سيبه طيب بس 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 ايه سيكارا قوي بقى ده بس ده احنا بنهزر والله بنهزر لا اصر يا ابن الاتنين اصر يا ابن الاتنين اصر يا ابن الاتنين اصر يا ابن الاتنين اسمحوا لنا ان احنا نزيل الحلقه اه طبعا ممكن نزيل ممكن استاذ ناخد منها احنا لو هنزعل زعل عشان خاطر الونش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على فين ايه ده يا عم انت عامل في نفسك ده في لا ما تستغربش ده عادي وديني مصر القديمه مصر القديمه اه ايه اللي انت عامل في نفسك ده لا عادي ايه كل واحد حر حر يعني انت واحد ولا واحد لا لو سمحت لو سمحت عيب ولا عيب ايوه ايه واحد ولا واحده دي اسمك ايه ميشو ميشو اه سايب شعرك ليه كده سايبه عشان ما عرفتش امسكه امسك ايه امسك شعري لا والله انت منين من مصر القديم استابل عنتر يا عم بلد الرجاله يا لهوي يا لهوي استابل عنتر احسن ناس اقسم بالله لا بلد الرجاله كان راكب معايا تقريبا انا من الهرم اوبا اه انا قلت كده بالشكل والمنظر انت بتاع الهرم يعني ايه الشكل والمنظر احسن ناس احسن ناس واحسن رجاله احسن رجاله طبعا يا لهوي واحسن ناس بس ايه مش عاجبك بصراحة المفروض تغير من شكلك شوية يعني ايه غير من شكلك؟ بشاور يعني بشاور لك وركبت فكرت ان انا ركبت مع واحدة ايه يعني فهتفرق معاك واحد ولا واحدة؟ اه تفرق طبعا ايه اتنيل بقى انت شكلك كده على قدك مش هينفع الكلام اللي انت بتقوله ده عشان احنا ولد بلد وفاهمين الكلام اللي انت بتقوله ده يا سيدي حد كلمك لا خليك ماشي زي ما انت كده على طول وخليك في نفسك انا غلطان انا لولا بس بوقف اي تاكسي اقول له مصر القديم اسطبل عنتر بيخاف يدخلني جوه سوي عشان سوي. كده انا احتاجتك يعني الو ايوه ايه يا جدعان احنا كويس الحمد لله انتوا عاملين ايه ده بجد لا اكيد بتهزري والله العظيم لا بجد يعني ايه الخاين الحيوان والله العظيم ثلاثة ده حيوان طب انا هكلمه هزقه ولا قفل تليفونه بقى ايه ده بس يا عم الطريق ثواني بقى انت دلوقتي ثواني بعد اذنك بالك من الطريق طب يلا يلا باي باي يا جي جي باي في ايه يا عم كوكي اتجوز كوكي اتجوز تامر كوكي وتامر اتجوز استغفر الله العظيم يا رب ايه يا عم اللي انت هتطبع له على الصبح يا عم ده؟ اسكت انت فاهم حاجه انت يا عم فاهم ايه ده بس وصلي على النبي كده انت منين انت دلموس قد كده شكلك قد كده دلموس يا عم قد كده ايه دبوس ايه مش دبوس دلموس ايه دلموس دلموس دبوس ايه بس يا راجل انت اللي بتعمله ده يا عم انت اصلا يا عم حد كلمك ايه الكلام ده اوعى بس شيل الازازه بس شيل ايدك بس يا عم ايدي جت جنبك ايه ده بس ايه ده يا عم ايه ده المرايه بعد المراية يا عم بعد المراية عندك يا عم لا 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 انت بستنى هاد لا مالك في ايه ايه ده يا عم بقى شغل ده يا عم في ايه انت شكلك دبلة وانا اول ما ركبت معاك عرفت الكلام ده هو تصدق انت لسه انا لا 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 حسيت بك اه الموتور موتور ايه يا عم وبتاع ايه ما تهدى على نفسك يا عم الموتور سخن لا لا الا الله اهدى على نفسك انت شايفني مش هادي لا مش هادي خالص طب اهدى انت بس لا لا وحد الله بقى كده وخلي ايدك جنبك عشان لو طلعتها تاني الناحيه ده هطعلك عشان انت كده بامانه دبلة ما ينفعش اللي انت بتعمله ده عيب عيب احترام لا مش عيب والله مش عيب انت باين على نفسك طب ممكن اهو حتى بص من الطريقه مش شعره عايز اشوفه شوف ايه يا عايز اشوف اشوف الموتور شوف ايه يا ابني اشوف الموتور انت لو حديت على عندنا هناك هطلق طال ايه طال اللي زاد ده ابني طال من ده انا عام انت بتقول اي كلام بقول اي كلام ايه اللي انت بتقول اي كلام والله اللي زيك ده طال ده كلامانجي لا كلامانجي ايه ده بس عيب عليك إيه حط ايدك جنبك حط ايدك إيه جنبك انا ماليش في الكلام المعفن ده انت اساسا اسمك سوسو بتحول لا 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 ايه ده بقى وصلي على النبي سوسو. عشان انت مسكاك ورباك اه ايه يا عم واحد الله اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه هتزعل مني يا ريت لا هتزعل مني تعرف لا ايه ده وصلي على النبي انت شاب بيجي وبتتبيجي بتبيجي عشان احنا كده ايه انا بموت مش صباح الشغل انت راجل نجس و وبتقول لي الهرم صح يا ابن الرقاصه يا ابن الرقاصه تقول لي هرم انت قصير بس شكلك جبار تعالى ايه ده عشان بقول لك اقول لك واحد الله فوق فوق يا عم بس احنا بنهزر معاك احنا بنهزر معاك بنهزر ايه يا راجل
يا رقاص يا ابن الرقاصه يا منقوص يا ابن ده تكسر العربيه انا مش راكب التاكسي ده انا راكب شقه الدعاره انزل ياه ايه ده انزل ياه عليا الطلبه اخدك على النار ماشي ده مستعد انزل ياه يا رقاص يا ابن الرقاصه يا راجل عم ما تتكلمش كاميرات ايه انت هتوصلوني على حسابكم يا عم انا هعمل لك اللي انت عايزه بينفع ممكن نزيع